هي هذه تحالف إدارة الدولة اللي بيه الأطراف السنية والشيعية والكردية، هو مو هذا نفسه هاي الطبقة الأوليغارشية الزعماء السبعة بلاس أنا أسميهم، هي مو نفسها الحاكمة من 2003 ولحد الآن، لو أكو غيرهم اليوم بس التار الصدري ترى خارجهم، كل الطبقة هي الحاكمة هي المستلمة زمام الأمور. زين، فإذا كانت أكو سرقات أجريت باسم الدولة، من اللي قام بها؟ صغار الموظفين أسميه أسماك السردين لو الحيتان الكبيرة. السودان إذا يريد يصيد أسماك السردين، نعم هاي عشرات مئات من الموظفين الصغار، هذا أبو 500، هذا المختلس، هذا اللي ماخذ له هالقد مبلغ مالي، هذا اللي هذا ممكن، بس هو هذا الإصلاح المطلوب؟ إذا يريد يصيد الحيتان عليه أن يبدأ بتحالف إدارة الدولة، ما تقبل نقاش نهائيا. تحالف إدارة الدولة منه؟ عندك كتلة مسعود بارزاني، عندك المالكي، عندك كل الجماعة اللي موجودين، الحلبوسي، هذا الزعماء اللي جابوا تحالف إدارة الدولة وشكلوا تحالف إدارة الدولة، أبدوا ياهم مو بالضرورة نحن بها. ولذلك هذا السؤال ما عن أمنيات اللي موجودة يدعوني أن أسألك، ما هي الأشياء أو نقاط القوة التي يرتكز عليها في حرب ضروس ستكون مع الأسماء السبعة التي أنت كنت قد ذكرتها؟ ما الذي يملكه السوداني هسه بعيدا عن التنظير كحقيقة على الأرض؟ لا لا لا، أنا أحكي لك واقع، لا يملك شيء، وإذا ما أراد أن ينقلب على من أتوا به، هاي هنا صراحة في قمة الصراحة والواقع. اليوم السوداني جاء قرر يفتح ملفات الجماعة، قال يا أبا ترى الدولة ضايعة والدولة ألقيها عندكم، إذا أريد أرجع الأموال المنهوبة فلازم أبدي بيكم، إذا أريد أسحب السلاح المنفلت لازم أبدي منكم، إذا أريد أحاسب اللصوص الكبار والمافيات والكارتلات الاقتصادية فهي موجودة في أحزابكم، فأنتوا تمكنوني، طبعا ما راح يمكنونه حتى لو يقولوا لي إيه نمكنك، بس ما راح يمكنونه في حال أصر وراد يقاوم وراد يقول لا لازم تمكنوني. ثق واعتقد شهر واحد لا يبقى في رئاسة الوزراء، ليش؟ لأنه رأسا الجماعة يطلعوا لفت بلتيقة، يروحوا المجلس النواب سحب الثقة من الحكومة والإتيان بمرشح رئاسة وزراء آخر. بعض الأخوة يقول لي المفروض يطلع يحاكي الشعب، أوكي تمام، المصارحة مع الشعب جيدة، ولكن الحاكم الفعلي اليوم هي الطبقة السياسية الحالية اللي الشعب طلع عليها ب 2019 وقال لها لا، وراحوا وتوافقوا على مرشح جديد وجابوا لهم الكاظمي، ومو الناس جابت ولا تشرين جابت الكاظمي، القوة السياسية اللي اليوم جابت محمد الشيع السوداني منقوص منها التيار الصدري هي اللي جابت الكاظمي. فالشعب قد يأخذ موقف إيجابي من رئيس الحكومة الذي يصارحه واللي يقول له أبا تراني اصطدمت وأنا ما أقدر، هذا كل شان واحد من الناس كنخبة، أنا كلش أحترم الشخص اللي ما يقدر يجي يقول أبا تراني خلاص، يعني يا دكتور يا دكتور صلاح إذا أصطدم بهم أنا طالع، فأنا قبله من عندي صراحة أنا طالع، أحترم نفسي أنا أطلع، ما أقدر أحقق شيء لأنه الجماعة واقفين بطريقي. الجماعة اللي أنت تسولف عليهم لكن خسر رئاسة وزراء. يعني قبل أن أنتقل للدكتور ليث، بموجب أي أخلاق أو قوانين أو أعراف هؤلاء السراق الكبار الحيتان يمكن السوداني من أنفسهم؟ يعني هذه تحتاج إلى أخلاق في عهد الرسول، وبالتالي ما هي خيارات السوداني؟ لا، أما أن يكون جزءا منهم هذه المناطق. نعم، المناطق شيء يسموه، يقول سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع. أنا قلت لك من بداية بديتها لك مثل، قلت لك إذا أردت أن تجفف المستنقعات فعليك أن لا تأخذ إذن الضفادع. انت ما يصير تريد تحارب الحيتان وتجي تريد تصيد الحيتان هاي وتودعها السجون وترجع الاموال وتقول ما بشنو رايكم، مستحيل. هذه مضحكه يا بطولنا، نص ونص لكم ما يخالف، نص لنا ونص لكم، رجعوا لنا نص واخذوا نص، ما يقبلون. استثماراتهم بالخارج وابنائهم بالخارج ومستقبلهم كله بالخارج مو في داخل العراق، فلذلك طيب. لا يعطيك شيء، ياخذ منك كل شيء. انا اشكرك دكتور صلاح، انا اشكرك. قبل ان انتقل للدكتور ليث